الموهبة لازم يكون معاها طموح وإصرار عشان تنجح بيها وتقدر توصل بموهبتك لحلمك. ومعانا مطربة شابة اسكندرانية زي القمر، حبها للفن والغنى كان أكبر دافع لنجاحها ووصولها لجمهورها بشكل سريع جدا. عملت جمهور كبير ما شاء الله من خلال حفلاتها وإحساسها وصوتها وقوته. خلينا نرحب بالمطربة الشابة الجميلة مي حافظ. أهلا بيك يا مي. أهلا بحضرتك. أنت عارفة أن أنا بحبك أصلا. أنت عارفة أنا بموت في الاتصال. سعيدة جدا بوجودك معايا النهارده. وانا مبسوطة ان انا مع حضرتك. صدقيني لما اعلنا على الفيسبوك وكده الناس كلها مستنياكي والناس كلها بتحبك، وعايزة اعرف كده تكلمينا شوية عن بداياتك الغنائية وطموحك في الغنى وازاي دراستك طبعا للموسيقى والكلام ده كله قبل ما ندخل بقى في الغنى. حاضر. انا الاول بدأت من اسكندرية طبعا عشان من اسكندرية، فبداوا اهلي يودوني اخد كورسات ميوزك وغنى وبيانو، وانا ما كنتش بغني خالص، يعني ما كانش في دماغي الغنى. كنت بعزف كان عندي حوالي 5 6 سنين مثلا بس. وبدات بقى ان انا اخش في المزيكا واحده واحده، بدات اعمل حفلات في النادي وانا صغيره، حاجات تبع المدرسه، بدات اخش حاجات فيها تمثيل ورقص واي حاجه في السكه اي حاجه دي. فنيه. ما انا مش موجوده بقى في حاجات تانية، انا هنا يعني في الحته دي بس. وطبعا الدراسه شكرا وكده. شكرا بقى، انا ده اجتهاد يعني، معلوماتي عن الحياه ده كان اجتهاد شخصي. ايوه مالهاش علاقه بالدراسه خالص. من خلال التلفزيون بقى، مش هنقعد نقرا بقى. ما تتعبوناش يعني، ورقه أيوة. وقلم والكلام ده لا خالص. أيوة انا أيوة. كنت في اوضه الموسيقى على طول. وكنت بتسمعي مين يا مي، ومين اللي بيعلق معاكي اكيد وانت صغيره طفله بداتي تغني تقلدي؟ ما انت بتقولي بقى بغني برقص بعمل اي حاجه فيها فن. بسمع هندي وبسمع غربي اكتر من عربي. الحاجات بقى العربي اللي انا كنت بسمعها، لان انا عندي اخواتي اكبر مني ب 12 و13 سنه، فكان كنت بسمع اللي هما بيسمعوه. فتربيت بقى على اغاني محمد فؤاد وسميره سعيد وايهاب توفيق واصاله وعمرو دياب طبعا، يعني السكه دي طبعا الالقاب يعني. جميل. بس هي وانغام طبعا. طبعا قلبي مين ما الكبير يحبش انغام طبعا كده. انغام وسميره عندي الاثنين في حته كده. انغام وسميره سعيد بحبهم جدا. بس فكنت دي الحاجات العربي اللي بسمعها، والباقي بقى اي طبعا. انا عارفه انك بتحبي كمان سميره سعيد جدا جدا، جدا. وانا عارفه انك بتغني لها وبتغني الانغام ده كمان. حقيقي. طب ما تيجي نسمع حاجه. يلا بينا. يلا بينا. يلا. ثانك يو. مش عارفه اقول لك ايه بجد. جميله. جمال. الله اكبر. رائعه. ميرسي يعني. بصي سميره سعيد اللي بيغني لها ده امتحان صعب. هي يعني مدرسه. عارفه ازاي مدرسه وانت لوحدها. ناجحه بامتياز. ميرسي ميرسي. ده يا خرابي. ما يا شاء الله عليكي يعني. ميرسي. وبعدين انا حاسه ان قاعده قدامي مش بس مطربه، فنانه شامله، لانه حركاتك وكده ده فوازير ستايل. دي طموحي يعني كده، وصلتي للحاجات اللي انا مخبياها جوه. تعملي فوازير فعلا؟ انا امنيه حياتي يا خبر ابيض. يعني هو ده الهدف اصلا. طب يلا بينا يا جماعه المنتجين يشوفونا. يلا بينا. يلا فوازير صغننه كده، صغننه كده، حلقات صغننه. فزوره رمضان. يعني انا شايفه قدامي شريهان ستايل، كمان بصوت كمان طربي جميل جدا وفي دلع حلو. يعني ميرسي ميرسي جدا جدا. بس هو فعلا هو يعني دي طموحي، يعني ده اللي انا خلاص انا كده هبقى وصلت للبيك. انا لو كده راضيه جدا يعني جدا. ممكن السنه الجايه في رمضان كده واحد من المنتجين اللي بيشوفونا يشوف كده يعمل لك فوازير رمضان. يا رب ان شاء الله. يا ريت. ان شاء الله. طب قولي لي مي، انت التمثيل بالنسبه لك ايه؟ كله جاي. انا مش كله هسكت. انا مش هسكت. انا هطلع لكم كل حته. قولي لي يعني نفسك تعملي ادوار ايه؟ كوميدي، استعراضي، كل حاجه، تراجيدي، كل ايه الدور حاجه، اللي نفسك كل تعملي؟ حاجه. انا بحب الكوميدي جدا. يعني انت كوميديه اصلا قدامي. بحب موتيني بالضحك. ايوه بحب الحاجات دي جدا. واستعراضي لازم، لان انا عندي جزء كده. انا برقص هيب هوب وزومبا وسالسا. انت واخده كورسات سالسا وزومبا والكلام ده كله. واو. يعني احنا قدامنا فعلا فنانه شامله. فانا بسعى والله جاهدا من يا زمان. يا جماعه احنا معانا فنانه شامله. الو اي منتج واخدين بالكم سامعين ولا مش سامعين؟ انا بقول بالظبط كده. طيب خلينا عشان برضو هم بيشوفونا دلوقتي. أيوه. فنغني لهم اكتر. ايه رايك نديهم اغنيه ثانيه؟ عايزه تسمعي ايه؟ قولي. إيه انت قولي لي. انا بصراحه صوتك بيعجبني في كل حاجه، فقولي تحبي ايه؟ نقول انغام. تحبي تقولي ايه؟ معرفش ايه اللي أنغام. جاهز.
عايزه تسمعي حاجه الانغام، نقول حاجه من غير الميوزك والكنترول. يعني الناس مبسوطه بيكي جدا. انا طبعا الناس مبسوطه، انا مبسوطه، مبسوطه يا جماعه. بس كمان في الكنترول سعداء جدا، مبسوطين بجد. هاجي لكم واخلص واجي لكم. ايوه. انت عامله جو من البهجه كده، عارفه الدلع والشقاوه والصوت الجميل قمر بصراحه، ما شاء الله عليكي. ثانك يو. انا مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك والله، والله فعلا. وإنتي يعني وانتي منورانا، وعايزه اقول لك كمان انه شايفه فيه كده ما شاء الله مستقبل. يعني انا شايفه قدامي نجمه شامله متكامله كده، وليكي مستقبل هايل يعني بجد، لانه عامله حاله. انا زنانه ومش هسكت، مش هسكت. انا بعمل كل اللي انا عايزاه، وهتسيبوني براحتي ومحدش هيضايقني. انا متهيألي كمان حفلاتك يعني بشوف على الفيديوهات اللي بتتنشر الحفلات وكده، الناس ما بتبقاش قاعده على الكراسي. يعني الناس بتبقى هي الدنيا بتبوظ. اذا كنت انا قاعده اهو في الاستوديو مش قادره اقعد. احنا كنا عاملين حفله مع لدعم الرئيس السيسي، لدعم الرئيس السيسي فتره ثانيه. وكانت الحفله دي كانت فيها يعني فيها كميه ناس مش طبيعيه. وكنت اول مره اقف قدام الجمهور الكتير قوي ده، يعني كان الاستاد كله مليان. وغنيت بتناديني تاني ليه؟ الدنيا باظت بقى. ثانيه واحده، يلا ده حالا، ده فورا. ارجوكي. انا باظت بقى اليوم ده، لان الناس كانوا قاعدين بقى، وكانت الحياه وكوره كده، فجاه الدنيا هاصت وباظت وظبطت. الاغنيه دي انا سمعتها لي، بس انا كنت عماله مستنيكي تتكلمي عشان اقول هي كان اسم الاغنيه ايه. عشان بتناديني تاني ليه؟ فورا بليز، بتناديني تاني ليه؟ ماشي، من غير مزيكا بقى كده. من غير مزيكا، انت مش محتاجه مزيكا. الله اكبر. يعني يلا بينا. لا لا، انت وهم، انت حاجه فظيعه. بصي انا متخيله الحركات دي والصوت الحلو ده مع موسيقى على مسرح. الناس طبعا اكيد ما حدش قاعد على الكراسي. الحمد لله بتبقى مبسوطه. مش ممكن. انا بتبسط لما الناس بتبقى مبسوطه. يعني لو حسيت ان انا دخلت حفله كده والناس عامله كده، لا خليكوا، لا ما تنزلوش ما تتبسطوش. امال لازمتي ايه؟ ما ينفعش تتبسطوا. احيانا كده بتخشي افراح او الناس كده قاعده، الناس حالفين ما يتبسطوا. ما تقدريش، مش عارفه مالكوا. طب والله الحياه بسيطه والله والدنيا جميله، حبوها. ايوه حبوها، حبوها هتتبسطوا. يعني حتى لو في مشاكل قد كده، حبوا الدنيا هتبسطكم. انما هننزل عاملين كده، ولا تلاقي مثلا اتنين كابلز. انا مش عايزه ارغي كتير. عشان بطلع بخسر ناس مره. لا لا لا، من غير ما تخسري ناس، احنا عايزين تكسبي كل الناس. بس لا والله بخش ساعات بلاقي كابلز كده الاتنين عاملين كده. طب ما والله اغني لكم اغاني دراما للصبح. دراما دراما جدا بقى. بتحبها ولا ايه؟ يلا ولا مش كده. اصل سمعتها لك بصراحه، انا بحب انغام قوي، انت عارفه. انا وانت انا انغام. فيلا بينا، ما ينفعش ما نسمعكيش بتغني انغام. يلا يلا. بصي حاجه تانية بقى خالص، يعني ايه؟ بتناديني تاني ليه؟ ده ستايل وجنان وكده. ها بتحبها ولا بقى الصوت الراكز، الهدوء، الاحساس؟ لا انت، انا على الهوا اهو بقول لك انت جامده جدا. ميرسي ميرسي، ربنا يخليكي. طب قولي لي بقى، انت بتقولي بغني طبعا اللي هو او بسمع لسميره واصاله وعمرو وكل الناس المعاصرين، شيرين طبعا اكيد، وكل خبر ابيض. ليكي في الشعبي؟ بسمع كل حاجه. انا مفيش حاجه ما بسمعهاش والله. كل حاجه بسمع، حتى المهرجانات بسمعها. يعني مفيش حاجه ما بسمعهاش، بس انا ذوقي مختلف. يعني انا ما بغني، بغني الاغاني انا تسعينيتيه شويه. يعني الحاجات التسعينات دي بتشدني اكتر. حتى لما بنزل اعمل حفلات ليه بغني هي يلا يا اصحاب. بغني سميره سعيد قديم شويه طبعا. بغني انغام قديم شويه. الحاجات جميل. حميد الشاعري، بغني حاجات لحميد الشاعري. طبعا هو في حد ما بيحبش حميد الشاعري؟ ده مدرسه. الحاجات بقى بالظبط كده. يعني ده خرج اجيال. طبعا طبعا. واميره يا شمس غيبي بغنيها كتير جدا، وبتطلب مني وحاجات نوال الزغبي. طب قولي لي المستقبل، انت بتحضري لايه؟ وعايزه منك بقى حاجه تفكري فيها تغنيها لنا في ختام اللقاء الحلو ده. حاضر. انا الاول انا عايزه اشكر الاستاذ ياسر سليم جدا، ان هو اول من طلعني للنور. يعني فعلا البني ادم ده له فضل كبير عليا جدا. على فكره كنترول كله بيسقف اول ما ياسر سليم. الكنترول كله بيسقف. يعني اخويا الكبير وابويا، ويعني بجد يعني طبعا عظيم. يعني انا بحضر حاجات كده معاه نزل قريب ان شاء الله. والله دي مفاجاه حلوه. لا انا عندي كام مفاجاه كده هقول لهم. هنصورهم. هم كلهم مختلفين تماما، كلهم حاجات مالهاش علاقه بالسوق خالص. باللي بينزل يعني. وقريب ان شاء الله هبقى مذيعه في الراديو.
طيب استحملوني بقى، استحملوني توعديني انه اول ما تصوري او تسجلي انت معايا هنا عشان انا معاكي اكسكلوزيف بقى يا باشا، احنا طالعين بقى نقول كل حاجه ان شاء الله. احنا بس النهارده قلنا انفراد كده، نيجي بقى لما نسجل تكوني معايا حاجه بقى نزلت بقى. ماشي ماشي. طيب وفي البرنامج بتاع الراديو ده عشان هبقى انا ومحمد سراج. الله مبروك، الف مبروك. ويا رب بقى ان شاء الله يعني يعجبكم البرنامج، يعني ابقى كمذيعه بقى ابقى انت هتعجبينا في كل حاجه، وانت اصلا عجباني من قبل من زمان وانت عارفه ده وشايفتي مجروحه فيكي. انا عارفه يا حبيبتي، وانا مبسوطه انا معاكي جدا. وانا كمان انا هختم لقائي واقول للناس انا كنت سعيده قوي النهارده انه بختم الاسبوع ده بالصوت الرائع مي حافظ، وبشكرك جدا يا مي، وعايزاكي تختلي بقى باغنيه حلوه ليكي مع الساده المشاهدين، وانا اقول لكم باي باي واشوفكم يوم الاحد القادم والحياه احلى.